يا صباح الخير على يا مساء الخير على حسب تشوف الفيديو ده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، اول يوم العيد ليتس جو. طبعا مستمتع جدا انا حركات الزعبوله. انت ماني مالي كل سنه وانت تايه. طيب وانت طيب فرخه، يلا اهو عيدت عليك. ايه مش هتهديه بقى؟ ايه ده وانت بتسلم عليها عشان اديلك هديه؟ انت المفروض تدي لي يا ابني هديه. لا يا حبيبي اجيب لك فلوس من ايه يا ابني؟ انت اللي حرامي، انت اللي بتسرق فلوس، يعني انت اللي معاك فلوس كتير، انت المفروض تدي لي هديه. لا ولا مش هوديك يوم عيد. علي تعالى بص قدام كده. ايه ده زعبوله مش قدام؟ طب علي دلوقتي محضر لكم كام لعبه كده هتعجبكم. اوكي دلوقتي بصوا هنروح هنا عشان اللعبه دي جامده جدا. شايفين علي النبله دي؟ بصوا طبعا بنضرب، تعالى وادي حركات كده بسرعه. طبعا انا وحركات هنلعب مع بعض، فهنيجي هنا. يلا حركات اقبل يا ابني. شبيتي ولا ايه؟ المفروض دلوقتي ده حركات اقبل على ايه. اوكي هنيجي هنا بقى عشان نعمل كده ايه تقريبا، وسع حركات. ايوه وبعد كده اركب النبله. بص بقى على ولا حركات احدفني. طب طب وش ولا احدفك بش في حياتي وانا مالي بتدم ازاي يا حبيبك؟ اهبط فيه. اوكي ليتس جو حركات حدفني. اوريكم دلوقتي على اول ما جاي كده. طبعا هدوس جي حركات هيروح جاي لان هو صاحبي اللي بيركب معايا في النبله ده. اوكي دلوقتي بقى حركات اركب انت، دوس اف عشان انا اللي احذفك. اوكي على دلوقتي المفروض ان انا احذف حركات. بص بقى عشان احذف حركات انا بص بحدد كده، ممكن اعمل كده واخبط حركات في الحيطه دي. على شايفين اخبط حركات في الحيطه. ايه ولا مش كسرت يا شنو انت؟ انت ولا مالي ولا مش احذفك في الحيطه دي؟ طب علي تعال بص قدام انا فوق. الواد زعبوله، ايه ده زعبوله هناك اهو. طبعا زعبوله بيبقى مختفي على حركات اول ما يدوس. دوس حركات على التشيك بوينت عندك. طيب يا دو المفروض دلوقتي هيناديني على ايه حركات جبنه اهو. انا هحط بقى هنا كده النبله، حط حركات النبله يا ابني تواشه. المفروض اخد منه البتاع النبله دي عشان مش عارف يحطها. حطها هنا كده على الويه. يب حركات اركب كده بسرعه. انت ما بصش هتفتح هو بقى. فالمفروض ان انا اعدله كده وبيو ليتس جو. ايه ده حركات؟ معلش يا صديقي حدفتك بالغلط. انت مالي ولا مش ما حدفتش؟ صح مش كسر يا شيخ. طب علي تعالى بص اركب معايا. بس يا زعبول انا حدفت حركات غلط خالص على الويه عندي دي. اوكي انا هركب بقى. اوه ماي جاد حركات الركب برضو. اوكي خلينا نحذفه بقى كده على الويه هناك. بيو ليتس جو. شايفين حذفته عند المرحله الثانيه. يلا حركات ناديني. شايف شايف مش هجيبك اهو. اوكي بص بقى بعد ما جينا عايزين نشوف المرحله اللي بعدها. المفروض ان احنا نروح فين يا علويه؟ ايه ده مكتوب ايه؟ تراي ات ويز ذا ريد بلاير. اوكي ريد بلاير المفروض ان احنا نحطها فين حركات؟ ابني مش ولا مش بحاول. يعني المفروض حركات اللي لونه احمر الريد هو اللي يحاول ان يخلينا نعدي. حركات في علامه عندك يا ابني مش بداوه ولا ايه؟ طب علي انت فين؟ طب علي بص يا جنبكم اهو. ايه ده زعبول اللي بيزعبل اهو. ازيك يا زعبول؟ بص بص زعبول مختفي. اقف كده زعبول. بص مختفي ازاي؟ هو الفريق بتاعه طبعا. اه علي ولا احنا بص شايفينكم ولا تشوفونا، احنا مختفيين. اوكي طب دلوقتي بقى نعمل ايه؟ خلينا ناخد انا السلينج شوت دي. اوكي نعمل ايه دلوقتي على الهوايه؟ حركات فرخة. المفروض ان انت تقريبا هتحدفني فوق. الواد زعبول اللي عدى علويا وانا حركات فوق فوق. اعدل يا ابني الايه يا ابني مش هتاك. استنى بس كده عليا خليه مش هنسي. اوكي اوكي اوه يا نهار زبادي عدت عدت. خليني اجيب حركات ليتس جو. هي دي الطريقه علويا. اوكي المفروض دلوقتي ان انا اطلع. العلامه فوق. حركات خد انت البتاع عشان انت لونك احمر امسكها. طب طب مش هتاك كل ما ولا هو كده يا ابني العلامه. بص بيقول لك دونت تاتش ذا ووتر. المفروض ان احنا ما نلمس الميه، اللي يلمس الميه يموت. اوكي حركات حتى وقع على ايه؟ انت فرخه، انت مين اللي مشاك يا ابني؟ ارجع يا ابني خدني. كيف تعمل شكلك وينو؟ يلا بسرعه المفروض ان انا اتحدف فوق. حركات احدفني فوق عشان بص انت عندك علامه حمراء تمشي من عليها. احدفني فوق بسرعه يا ابني نشل كويس. يا نهار زبادي يا ابني ترميني في الميه. هو تشابع انت مش استاذ سمك وتعالى. اصلا سمك سمكه في عينك. احنا ما انا معايا واحد نوب والله يا زعبول. يا ريت كنت بلعبت معاك يا ابني. ارميني فوق عند البتاع السودا دي. شايف البتاع السودا المدوره الدايره دي؟ هو مش لاقي انا برتقالي 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 ايه بس الواد ده بس سفق. يا رب يحذفني صح. ايوه حذفني صح ليتس جو. المفروض دلوقتي على الوهي ان احنا وصلنا. انا المفروض بقى اعمل ايه هنا؟ اوكي ازاي بقى نعدي؟ يو كان يوز ذا سلينج شوت لايك لايك بريدج. حركات اديني البتاع حركات الدالي. يا حبيبي اجيبها دي هو انت سبتها ورا يا ابني؟ ما انت هنا بتجيبها من هنا. خد تعالى من هنا المفروض بتجيبها. ايه ده انت سبتها ورا وجيت؟ هو يا ابني مش هجيبها. يا حركات يا نوب الواد ده قال الواد نوب خالص ولا تعالى يا نوب يا فرخه. بص سايب البتاع. تعالى يا فرخه تعالى. يا حبيبي مش هجيبك ما تولاش. نط نط يا ابني. ايوه ايوه حركات. يا حبيبي مش عارف زي ما تستنى. قولي قولي يا ابني انت تعالى يا ابني هات ايدك تعالى. مش هجيبك الكوبتر يا نوب يا فرخه. وقع في الميه رجعنا تاني. او ماي جاد على النوب ده على الويه. يا ريت انا اللي كنت اللون الاحمر. ما ينفعش نبدل الالوان طيب؟ لا ولا مش ببدل اي لون. دفني هناك طيب تاني يا ابني. ما تحدفنيش هنا يا احول. انت مش هتشبكه. اجيب سمكة ايه؟ سمكة ايه اللي اجيبها لك والله اضربك في وشك. او ماي جاد يا ابني احذف على البتاع اللي هناك دي. ايوه البتاع السودا اللي هناك دي. هو علي انا مسابقكم. يا ريتني كنت لعبت مع زعبول يا ابني هناك يا ابني. يا ابني احذف. يا نهار زبادي انت مالي مالي؟ ابو مش عارف انشي ولا وانت من امتى كنت بتعرف تنشل؟ انت احول. ايوه في وشي سهلة جدا
لا تعالى شمال شويه، ايوه اليمين شو، وانت بتمشي عكس ولا مش عارف، ايوه لا لا ارجع تاني، ارجع تاني بس مظبوطه كده، احذف ايوه مظبوطه كده. بص جينا هنا، هات بقى البتاع عشان نستخدمها بريدج، البتاع اللي معادي على الوه نستخدمها زي الجسر ونعدي من عليها. بصوا مكتوب ايه هنا، يو كان يوز ذا سلينج شوت لايك ا بريدج، اوكي. فالمفروض ان احنا نحطها هنا كده ونعدي من عليها. شايفين شايفين الواد بصوا بيستخدمها ازاي لصاحبه، وانا معايا ايه ده، ده جه حركات يا محترف، انت مش سامع يا حبيبي كم شالات ولا تعالى كده، ايوه برافو عليك، انا ممكن اخدها منه. هات بقى حركات، يبي خدتها منه، اوكي. دلوقتي بقى عايزين نستخدمها كجسر، حركات نط كده، يلا روح بقى عدي، ليتس جو، يلا ناديني. دلوقتي بقى علي بعد ما جابني، ايوه ندوس هنا كده وكده، وصلنا فين على المرحله اللي بعد، ايه ده احنا راجعين تاني ليه؟ بعد ما هو خدها بقى انا هاجي هنا كده. حركات، هو انت في حاجه ظاهره عندك؟ لا مفيش حاجه ظاهره عنده، انا عشان اللون بتاعي ازرق. طيب نعمل ايه بقى على اللي هنا؟ المفروض تقريبا ان انا هستخدم حاجه، اه حركات فهمت، هات البتاعه دي اديها لي، اديها لي امشي، اوكي هاخد، لا لا خدها حركات مني، خدها يا ابني، خدها ازاي يا ابني، لا لا وقت، اوكي المفروض دلوقتي ان انا اقعد كده، اوكي رجعنا تاني، فهمت دلوقتي على وين اخد البتاعه دي. وبعد ما ناخدها بقى بص انا هعمل ايه، هنط، ايه ده مش عايز، مش عايز انط يا معلم، انا بنط يا معلم في المرحله اللي وراكم، انت وانا معلم مش هدفني، انا لو عملت كده احذف حركات فين على الوش، شايفين انا فين احذفه، والله مش عارف يعني، لو حذفته كده عند البتاعه بص ازاي، يا حبيبي كنت هدفت الوادي، اعمل لك ايه طيب، اركب تاني كده. هو احنا لو رجعنا، طب حاول تحطها هنا كده حركات، حطها هنا وممكن انا احذفه كده، ايوه اركب كده حركه بسرعه، انت ما بتشيلش بشاع، طيب والله حركات انا اشيل لك واحده يا جامده، اوكي يا رب توصل، يا رب توصل. ايه ده في حيطه صح، يا حبيبي كمش ودك شاع، خلينا نحطها هنا، يا اللي مش عايزه تتحط حركه، ايوه اتحط، اركب كده حركات، انت ما بتش هتوقعني، مش هوقعك فرخه، اوكي خلينا نشيل كده. المفروض دلوقتي حركات انت هتعدي علويه، في طريقه اللي انا بقولها الحركات اللي هي دي، بصوا لو حركات قدرت احذفه على البتاعه دي هيمشي بالشكل ده، عليها كده 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 كده، وهيعدي من هنا هيمشي كده ويروح الناحيه الثانيه ويناديني، يا اما انا اعدي، بس انا اعدي ازاي، المشكله ان اللون الازرق ده اعدي ازاي. طب هات كده البتاعه حركات، انا معايا البتاعه دي لو قدرت ان انا اعدي بيها اقدر اعدي، بس ازاي مش عارف، اوكي نعدي ازاي، والله ما عنديش اي فكره، لو عملت كده بص بروح واقع، اه بص على وانا جيت فين يا نهار زبادي، هو اللي مول انا كنت معلق، انت يا ابني انت علقتني وطيرت، اه انت يا ابني انت عملت كسرني، هو انت يا حبيبي ما كشاش كمان ولا ايه، حركات الفرخ يا دوب، اوكي احذفني حلو، احذفني حلو، ده انت علقتني والله، لو كنت جبت الزعبون لك كان زمان منشلني حلو، ابو علي بتلعب بقى بره، بص حركات انا شكلي كده هطردك بقى حركات، خليني اعمل بص أنا. بس البتاعه دي عايزين نوصل لها يا علويه، ازاي نعمل كده؟ وانا زعبوله ما ينفعش تغير فريقك، لا ابو علي لازم اموت نفسي الاول، هي دي ارخم حاجه بصراحه، ان انتوا لازم تموتوا وتعيدوا من الاول، المفروض ان انا اتحدف هنا جوه، بس صعب ان انت توصلوا جوه، ازاي بقى اوصل والله مش عارف. حركات ثانيه كده، في حاجه لو نفعت معايا هتبقى جامده جدا، هات كده حركات، قرب البتاع مني شيلها، طيب طيب مش ولا مش زيت بدك ولا ايه؟ زيت بدك فرقه، انا اوريك دلوقتي، ايوه ناخدها، اوكي بس ازاي نطلع لفوق على اللي هو، الو لو قدرنا ان احنا نطلع لفوق دي اللي هتخلينا نقدر نعدي، اطلع يا كابتن، طب ازاي نطلع؟ الو الو لو قدرنا ان احنا نعدي على اللي بيها هنكون كسبنا، بس انا اقع كده، خلي تحت ده ما بنعملش بيه اي حاجه، بص من اول ما بننزل هنا كده على اللي بيو ما بنعملش اي حاجه، تنزل انزل اوكي، حتى بصوا قافل المكان، شايفين بص انا عمال ادوس باللي بيمشي، بصوا مقفول على اللي شايفين مقفول، او عمال انط مقفول، حاطط حيطه مش باينه، اوكي طيب يلا بقى خلاص احنا وصلنا لحد المرحله 12 دي، اللي هو عايزكم تجربوها تشوفوها تقدروا تعدوا ولا لا، طب علي يا مايز خلاص ما ينفعش نعدي اكتر من كده، طيب ماشي دلوقتي بقى حركات، يلا نجرب بقى ايه حاجه ثانيه، اوكي علي بص كده فين، انا حركات طبعا كل الجيش بس زعبول للدوب، طب علي مش طول علي هوريك دلوقتي، كده وقعت اصلا استنى بقى زعبول، المفروض ان احنا نحط البلوكات دي كده، طبعا احنا معانا بلوكات يا علي، بنعمل كده عشان بنروح جايين نطين عليها، بص هوريكم دلوقتي، اوكي بس نيجي هنا البلوك طبعا بيبقى ليه وقت، بص الوقت بتاعه خلص، نحط واحد هنا كمان، بعد كده بقى نحط واحد هنا، يبي شفت عدينا ازاي، ممكن نحط واحد هنا، وسع زعبول طب علي مش هوسع يا زعبول يا دوب، او ماي جاد وقعني يا زعبول يا دوب، والله لو اوريك يا زعبول، نيجي هنا اطلع، اوكي نحط واحد هنا، انت وانا مالي مش ليه مشاوي ولا ايه، لا يا حبيبي في مراحل صعبه على فكره، بص يا علوي المفروض نحط واحد هنا ونروح نطيط كده، يبي زعبول يا دوب كان واقف قدام عمال يحط بلوكات، احسن عليك كنت عايز اقع، انت وانا مالي مش هيحميك مش ليه مشاوي، صعب ايه يا ابني ده سهله جدا، بص نحط واحد هنا بيو ايزي، حط واحد هنا ليتس جو، عدينا بكل سهوله، والله علوي لعبه جامده، بص السهم طبعا بيقول لنا تعالوا كده، فاحنا المفروض هنمشي كده، احنا معانا البلوكات دي اللي بتكسبنا، اوكي احنا نطلع من فوق من ورا، بس انا هحاول ان انا طبعا هعمل ثغره كده نعدي من هنا على طول،
ليتس جو. وده زعبول يا قلوده. ابو علي حد سالك امشي من هنا؟ انا مش قلوده. لا قلوده زعبول. اوكي لو حطينا واحده هنا يب يب يب. يلا ابو علي بسرعه دماغي بتخبط. انتوا كلكم جايين هنا؟ صعبه صعبه. المفروض ان احنا نعدي من الناحيه الثانيه بصراحه عشان طبعا دماغنا بتخبط. حط واحد هنا واحد هنا واحد هنا بسرعه. يلا ابو علي. اوكي ايزي. لا البلوكات خلصت. طيب ماشي هنحط واحد هنا وبعد كده ننط عليه. يلا في اللي بعده ليتس جو. شفت على الويه؟ المفروض ان احنا كنا نعدي طبعا من على الاماكن اللي هناك دي بس انا اختصرت الطريق. احتراف. انت ولا مالك مش شفتك مش عملت زيك ولا ايه؟ ما انتوا عشان قلوده نبات. لا يا حبيبي انت مش قلوده. قلوده وفرقه ودوب كمان. اوريكم ايه ده. المفروض ان احنا نطلع ازاي؟ نطلع على الويه. اه نحط بلوكات تحت هنا. اوكي نحط كده ابو علي. يا نهار زبادي كنت هطلع. العله وتستنى شويه. اوكي نط كده ابو علي وحط بلوكات. او 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 ثواني ثواني. اوكي انا اتمسكت والله. وطا معايا كنت هطلع والله. الحمد لله انهم طلعوا اصلا عشان يسيبوا لي بقى مكان. انت ولا مالك مش طلع. طلعت يا فرخه بسرعه كده بقى على النوت. اوكي استنوا 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 يا اصحاب. ايوه طلعت اهو. ليتس جو. اوه ماي جاد بس بتعمل حركه زي سوسته طبعا يا لول. ليتس جو عدينا. انت ولا مش جايب ولا مش هلا حركات الفرخه. استنى ما انت لازم تحط له هناك عشان تنزل البتاعه. يا ابني مش بحط له ولا ايه؟ زعبوله نط عليها زعبوله. بص احنا عمالين نحط له على السوسته دي عشان ننزلها له عشان يطلع. هو علي انت عمال بتحدف البلوكات خلاص مش عاوز مساعده لو بتسيبوني بس كده اطلع. ايوه البلوكات هتتشال وتيجي. يبي بص بقى البنت اللي تحت دي يعني مش هتعرف تعدي. المفروض ان احنا نحدف لها بلوكات. احدف كده ابو علي بلوكات عشان هي تعرف تعدي. يلا ايه خلاص يلا زعبوله بقى نزلت لها. المفروض انها كانت تطلع خلاص على الوش. اوكي ايه ده؟ احنا المفروض نمشي كده. او ماي جاد احنا ندخل. وات احنا وصلنا في عالم ايه؟ عالم جديد. ليتس جو. اوكي دلوقتي بقى عايزين نحط كده البلوكات. والله على لعبه جامده. احنا اللي بنعمل لنفسنا الطريق. في ناس بوتات بتبيع حاجات ولا ايه؟ ثانيه هي بتبيع ايه دي؟ مش عارف. انت ما تبقى مش الشاحه شبكه ولا ايه؟ او مش هو مش قرع. نفس القرع على فكره. على بس انا لابس كاب. اوكي انا مش عارف ده اوتيل ولا ايه على الويب صراحه. اوكي اطلع حركات سرق كل حاجه. يا ابني مش بقيتش حاجه تشيب ولا ايه؟ معلي ايه المكان ده مفيش ثلاجه ولا ايه؟ لا بقى حركات خدت الثلاجه ما تقلقش. يا ابني مش بقيتش حركات. بصوا جاي ادور على الحاجات اللي هو بيحبها بس. اوكي في هنا دولاب وفي لبس. على بص اللبس عامل ازاي. جامد والله بصراحه المكان. اوكي طبعا اكتشفنا دلوقتي الصراحه اللي احنا فيها دي. وفي هنا بلوكات. ده بيبيع ايه ده؟ مش عارف. ده ميه. ده موز. موز لا لا مش موز. تعالى كده حركات الفرخه. في عندنا مخيم وحاجات كتير. عايزين نشوف اوه عندنا ميه كمان. لازم ممكن نصطاد سمك. اوكي عجب ده. وعندنا شاطئ. واو اللعبه جامده على بصراحه. ثانيه ممكن نقعد. اوكي ما ينفعش. طب احنا دلوقتي هنعدي انهي مرحله بقى؟ مش عارف تقريبا مرحله. ايوه اهي اهي. تعالوا كده بسرعه ورايا. انت ولا مالك مش تعبت تمشي شويه؟ انتوا اللي تمشوا ورايا يا حبيبي. انا اللي عارف الطريق. نط هنا كده يا معلم. يبي في هنا عمود. المفروض ان احنا نمشي كده. اوكي سامع. بصوا هنا كده على الويه. ماشي. انتوا متخيلين ان لسه في عيال ورا اصلا على الويه لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا؟ اه والله مش عارفين يوصلوا خالص. اوكي نعمل كده عشان ننط هنا. يب بعد كده نحط واحده هنا. مع ان اللعبه سهله جدا اهو بس في مراحل هتبقى صعبه والعيال اصلا مش عارفه تعدي السهل ده. انتوا متخيلين بقى؟ كلنا جينا هنا. وات ايه المكان ده؟ نطلع الناحيه دي. اوكي نط كده ابو علي. ليتس جو. عديت. تعالى ورايا. انا اول واحد فوق. نحط هنا كده. اطلع. يبي وصلنا على ايه الاماكن دي كلها؟ المفروض ان احنا نتسلق للمكان ده. دي بقى اللي صعبه علي. دي كده صعبه. نط كده على البلوكات بتاعت زعبوله. بعد كده بلوكاتي ونعدي. يلا زعبول. ابو علي انا عديت ابو علي. اوكي تعالى اللي بعدها. يلا نط كده. نط زعبوله. زعبوله دوب. المفروض دلوقتي ان احنا نيجي هنا نحط البلوكات كده بيو بيو. بعد كده نيجي هنا. ليتس جو. طلعت طلعت. او ماي جاد احنا فين على الويه؟ اوكي نحط واحده هنا ونعمل كده. زعبوله جه اهو. نط كده. بعد كده على ده. ليتس جو. طبعا بننط على بلوكات العيال برضه على الويه عادي. هم بينطوا على بلوكاتنا. او علي طلعت على البلوك بتاعك. عشان انت دوب. طب انت طلعت على بتاعي وانت طلعت على بتاعي وانا طلعت على بتاعك ولا ايه؟ اوكي تعالى دوب من هنا. انت رايح فين؟ تعالى من هنا اهو. تعالى واد ايه ده؟ المفروض ان احنا نطلع فوق. اطلع يا زعبوله. طب علي ما تسيب بلوكاتك. طيب ماشي هعمل كده. بعد كده نعمل واحده هنا كده جنب زعبوله. اطلع. ليتس جو. بص السهم اهو. احنا ماشيين صح. حركات الفرخه انت فين؟ قدامك يا حبيبي. قدامي حركات الفرخه سبقنا. اوكي اطلع كده ابو علي. ممكن نعمل واحده هنا كده. واحده هنا كمان. لا بس انا عايز واحده هنا كده جنبها. ايوه. ليتس جو. بص بص لما تيجي النقطه تروح البلوكات متشاله. طبعا البلوكات بتتساب 20 ثانيه او 10 ثانيه وتروح متشاله على طول. اوكي ده في مرجيحه هنا. والله البتاعه بتاعت الوزن دي على الويه. اه فهمت. المفروض ان احنا نعمل كده. ثانيه عديت. اوكي بعد كده المفروض ان احنا نوصل فين؟ فهمت دلوقتي.
احنا اصلا وطة يا ابني، المفروض نعدي الناحية التانية. انت وانا مالي مش هلايا حركات بوتسو في ايه؟ احذف ورا حركات ورا عشان الوزن يكون تقيل ورا، احذفه بلوكات ورا عشان طبعا الوزن يبقى تقيل ونطلع. وقعت. اوكي يا زعبول انا جاي دلوقتي. شباب احذفوا هنا وزن يا شباب، ايوه عشان بتاعها تبقى تقيلة وانا نط. ايوه كده ليتس جو. ايه ده في واحد اهو، ازيك كابتن؟ بتبيع ايه؟ بيبيع كوبايه شاي. وات انت وانا ما ينفعش الشاي ولا ايه؟ طلعنا نط كده. اعمل كده طيب، ليتس جو. ثانيه اوكي طلعت. هولي مولي انت وانا مالي مش غيرته؟ غيرت الباسكت؟ ايه ده، هو حركات ازاي غير الباسكت؟ ايه صح، جاب الباسكت الجديد من ايه؟ ابنك كواه ولا ايه؟ كان ورا. هو كل مرحله ليها باسكت يعني؟ كل مرحله ليها قطعه تقريبا. بص عليه نقدر نجيب ده. اوكي نقدر نجيب اللي هو طبعا المكعب بتاع قطعه الفطير ده او كحك. اوكي نط كده. نقدر نعمل واحد هنا بيو، ليتس جو. نقدر نطلع فين؟ فوق فوق فوق. نحط واحد هنا، نط كده ابو علي، بعد كده نط هنا ونحط واحد هنا. اوكي طلعت حركات الفرخه. انا جيت. هولي مولي ايه المكان ده؟ انت وانا مالي مش شويه تموت؟ ثواني كده على الوي، احنا عايزين نعرف انت انزل كده ابو علي. مش عارف انا نزلت تحت اموت ولا نزلت وطة. انت وانا مالي مش هتموت ومش هعدي. ايه ده انت عديت؟ اهو اتشوح حركات الفرخه. طب ما تكتب لنا طيب وانا اللي خايف انط. اوكي جينا هنا. وطة على الوي. بصوا احنا بقينا في المرحله رقم كام؟ مش عارف ابو علي. اوعي تحت والله ابو علي، مش عارف بس شويه ازاي مساعده. مع نفسك يا زعبوله. احسن، محدش قال لك اوعى تاني، انت مش كنت فوق؟ طب علي بقى وقعت والله. ايه ده؟ احنا المفروض نعمل ايه هنا؟ وات؟ ازاي نطلع حركات الفرخه؟ يا ابني مش هوايا. اوكي نروح كده عند حركات، نعمل واحده هنا. يب عديت. سكش الحربيه تدوب. المفروض يتسق. بص المكان الجامد ده، ليتس جو. نعمل واحده هنا. قلت كده؟ طيب ماشي، هنحط واحده هنا. نطلع كده عليها، نحط واحده هنا. يب كده خلاص عدينا. اوكي المفروض دلوقتي بقى على نطلع نتسلق من فوق يعني. نحط واحده هنا وبعد كده واحده فوق تاني. يا حركات شيل بتاعتك يا ابني. لا مش عايز تشيل. اوكي احسن كده تشيل. ده الدروب والله راح يرمي بتاعته بص في وشنا. اوكي عدي عدي. كلهم اتشالوا. يلا ابو علي عدينا ليتس جو. بعد كده نيجي هنا. الله على الوي، اللعبه ذكاء ذكاء يعني، محتاجه واحد يكون طبعا عنده شويه مخ، لكن جيش الحربيه بصراحه طبعا ما عندوش مخ خالص. انا محمي بلدي. عندكم طبق رز بلبن، عندكم خزنة مسروقة، عندكم حاجات تانية غير المخ، وطبعا دي تكون لعبة العيد بتاعة الذكاء على الوي عشان تقدروا تعدوا من الحاجات دي. احنا دلوقتي في المرحلة الكام على الوي اللي هي 133 136. نعدي بقى هنا ازاي؟ لو حطينا هنا مكعب. اوكي شايفين على الوي؟ استنوا يا نبات، نط كده ابو علي. يا سلام على الذكاء، والله اللي انا ذكاء على الوي. شايفين انا اول واحد وريتكم الطريقة. بس يا نبات انت بتقلدني يا حبيبي. انا اول واحد حدف على البتاع، ازاي بقلدكم يا نبات؟ ايه ده، بصوا المرحلة اللي بعدها. نط كده على السما، نط هنا هنا عدينا لازق. ونيجي هنا. استنوا، هو ده الشلال اللي كان من الناحية التانية؟ انت وانا مالي مش ممكن ولا ايه؟ لا لا اكيد مش ممكن، لان الشلال ده اصلا كان تحت، لكن احنا دلوقتي في المرحلة 140 متر. نعمل ايه دلوقتي على الوي؟ نطلع فوق ولا نعمل؟ في بص مرحلة فوق. اوكي المفروض دلوقتي ان احنا ننط على الخشبه ونروح نحطين المكعب كده. المكعب اللي طار. اوكي نحط المكعب هنا، ننط عليه، بعد كده نيجي هنا ونحط مكعب. بص على هما بيحطوا مكعبات في النبات، لكن لو احنا حاطين المكعب هنا هنطلع على ده. بصوا وبعد كده نروح حاطين كده. يا سلام ذكاء ابو علي، احتراف. هما شويه حراميه نبات. اوكي بسرعه ليتس جو، نطلع من هنا. لا احنا طالعين هنا نعمل ايه؟ ايه ده، ورا قلد الحرامية النبات ده بالطريق. الطريق كله وقع. نعمل كده ابو علي، بعد كده نعمل واحد هنا، بعد كده المفروض نحط واحد هنا. اوكي بعد كده واحد هنا. يبي عديت اول واحد ابو علي. انا طلعت اوت اوف فري. لا يا زعبوله ده احنا بص ايدك بمراحل كتير ابو علي. بص عندي بتاع الكبيره دي، اطلع من فوق ولا ايه؟ بتاع كبيره ايه؟ لا شباب بص المروحه. ايوه المفروض انت تطلع من فوق. اوكي احنا المفروض نحط مكعب هنا، نحط واحد ابو علي. ايه ده اللي بيقع؟ وات يبقى ما ينفعش هنا. طيب معناها نحط واحد على الحيطه هنا. اوكي هنا تنفع، اطلع كده. بعد كده هنا. هي لازم من نفس الطريقه دي. طيب هنا بص الحيطه على الوي ما ينفعش، لو حطينا هنا ما ينفعش. معناها طيب نشوف الجنب التاني، ممكن تكون في الجنب التاني تنفع. اوكي نعمل كده. بص اللون الاحمر ما ينفعش يتحط عليه اي مكعب، اللون اللي تحت يتحط عادي. طيب لو عملنا مكعب هنا، اللي هي ليها لغز من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه.
انت انا مالي مش حتي مش مكعبات وات وانا حطيت لك مكعبات وانت طلعت هو اتشاوى حركات يا دوب خلي النط عليها بسرعه انا حطيت مكعبات هناك على من الناحيه الثانيه بتقل الميزان هناك بعد كده احنا بنقدر نطلع بسرعه وانا حركات روح من الناحيه الثانيه احذف عليها هتدفع كام يا حبيبي هدفع كام فرخه ويقدر يحذف على من الناحيه الثانيه عشان يتقلها عشان احنا طبعا نطلع من الناحيه دي يا ابني احذف عليها يا شويه حرابي يا نبات ايون بتطلع المفروض واحد يحذف مكعبات من هناك على الواد لو اتحدفت مكعبات من هناك هنقدر نطلع بكل سهوله احذف كده ابو علي عايزين نوصل هناك بسرعه بليز واحد يروح يحذف من هناك يا نبات جيش الحربيه النوب ده في هو طلعت على طول من على الطريق الخشب على الواد اوه ماي جاد مفيش حد راضي يعمل لي الوزن خالص ايه دوت طبعا جيش الحربيه بتايمين مع بعض انا وصلت عند المروحه معلش انا عند المروحه القديمه انت لسه في القديمه ايه العربيه الجامده دي وات ايه ده انا صوت العربيه هو حبيبي شباب بتشتشوا اوكي بعد ما نسوق العربيه المفروض ان احنا نعمل كده الو حركات العربيه على التابلت دلوقتي مفيش بوتش اي ميكانيكي مفيش اي ميكانيكي ده العربيه المفروض تخبط في البتاع ده عشان نفتح مرسوم عليها عربيه على شايفين اوكي هو مفيش عربيه غيرها طيب بس العربيه دي باظت يا حبيبي مش بوتش اي ميه بوظتها والله بس مش عارف باظت ليه اصلا ناخد واحده غيرها كده بسرعه ابو علي تركيز بقى بليز عايزين ايه نسوق العربيه كويس المشكله ان المكان زحمه ايوه اعدل العربيه كده ابو علي بعد كده المفروض نعدي ليتس جو نخبط باب العربيه هنا كده على الواد بيو اوه بص بعد اه يا نبات اوكي انا عديت العربيه بس بترجع عليها تاني انت كده ابو علي عدينا اوه المكان زحمه المفروض نحط واحده هنا كمان ايه ابو علي انا عايز اركب العربيه ثاني بس زعبوله عدي كده اوه ماي جاد ايه المكان ده على الواد والله غريب اوه ثانيه طلعت خلاص على الواد انا ممكن اوقف لكم لحد هنا بقى ونسيب لكم الباقي مفاجاه بس ثانيه انا عايز اطلع فوق كده اشوف في ايه البتاع دي مدخنه ولا وات انا نزلت فين الو احنا نزلنا تاني قولي المكان ده كان سري في المدخنه وات اه ما كنتش مكان ولا مش شيء ولا سري على الواد اوكي بس احنا جينا فين عند المكان تاني من بره طبعا الناحيه اللي هناك دي ما ينفعش نعدي من عليها ممكن نعدي من على الناحيه دي اوكي احذف كده ابو علي هي الطريقه اللي انا بعملها هي اللي صح على الواد بس ثلاث حركات هي اخرها ثلاث مكعبات فاحنا المفروض ننط كده يبي انا عديت وانا مالي مش حيامه ولا ايه حرامي مين استنى ما حدش يزول البتاع بليز ما حدش يزول البتاع يا شويه دبات الحربيه استنى ما حدش يزول ولا مش هزول يا مش خليك يا حبيبي حركات الفرخه انا محتاج واحد يجي يحدف على البتاع ده على الواد اوكي اعتقد ثانيه واحنا لو جينا هنا الو الطريق اصلا من هنا ولا اللي فاكر ان الطريق من الناحيه الثانيه يبي عديت انت وانا مالي مش عديتك يا حبيبي لا يا حبيبي انا معدي بمجهودي اوكي والله علوي لعبه جامده جدا بصراحه استمتعت فيها عشان طبعا ذكاء اللعبه طبعا بتعتمد على الذكاء بشكل كبير جدا عدينا فوق يا علويه ليتس جو طيب يا علويه هنوقف الفيديو لحد هنا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وما تنسوش طبعا تجربوا اللعبه دي وتقولوا لي انتوا وصلتوا عند انهي مرحله انا وصلت عند طبعا ال 160 متر خلاص لو طلعنا شويه دول هنبقى 200 متر يا علويه بحبكم من كل قلبي وكل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه العيد نشوفكم بكره ان شاء الله في تحدي جديد سلام